سنية؟ مساء الخير. مساء النور. انت خارج ولا ايه؟ طالع استرزق كده في نص الليل؟ اصل في حتت ما ينفعش فيها الاسترزاق للارادتية الا في نصاص الليالي وتجيب اكتر. يعني ما ينفعش اقعد معاك شوية؟ قوم بطل شغل بقى. اوعى تكون بتزوغ مني يا فتوح. ازوغ منك ازاي بس يا سنية؟ وفين هو انا ليا غيرك؟ انت مش قلت هتكلم ابويا وتقرا الفاتحة؟ طبعا هكلمه، بس انا مستني لغاية ما الاقي كده شغلانة علشان املى عينك واعجبك وتحترميني. صحيح يا فتوح؟ الله الله الله، صحيح؟ ما بتصدقنيش ولا ايه؟ طب انت ده كله هيحصل؟ انا مستني بس لغاية البوليس ما يسهى عني شوية ونهج انا وانت من هنا على طول. وسمسم عامل معاك ايه الايام دي؟ شغال كويس؟ سمسم ده، سمسم ده هو اللي بيفتح لي ابواب الرزق. ولما هي ابواب الرزق مفتوحة مش بنتجوز ليه؟ ما انا انا اصلي بلم قرشين علشان اديهم لمقاول الانفار يعمل لي عقد عمل بره زي زقلط. يبقى نتجوز بقى. معقول يا سنية؟ يعني اتجوز من هنا واسافر من هنا؟ يقولوا ايه بقى الناس؟ يقول العريس اتجوزها وطفش. لا لا يا سي فتوح. سنية يا سنية سنية. يا لهوي كده ابوك نادى عليك. يا لهوي يا لهوي. يلا بقى يا سمسم نروح نلقط رزقنا. يلا انت بتغير ولا ايه؟ لا ما فيناش من الغيره. يلا تعال هات بوسه هات بوسه. زعلان مني بجد ولا ايه؟ هات بوسه هات بقى بوسه هات بوسه كده. طب انا زعلان بقى. هات بوسه هات. كنت فين يا سنية؟ كنت بدور على الواد حمدي، اصله اتاخر قوي قلت استنى بر. لا لا ما تخافيش عليه، حمدي دلوقتي بقى راجل. يلا خش نام انت خش. ما هو برضه لسه صغير يابا.